سنتحدث اليوم عن الداركين. من هم؟ من أين أتوا؟ لماذا تم أسرهم داخل أسلحة؟ ولماذا أشكالهم دموية ومختلفة؟ كل هذا وأكثر بعد قليل. Humans. قد تتساءلون لماذا اخترت أنا التحدث عن الداركين من بين كل المواضيع الأخرى المتاحة في عالم القصص؟ حسناً، توجد الكثير من التلميحات والمعلومات مؤخراً على أنه سيكون هنالك تشامبيون داركين جديد قادم لليغ أوف ليجندز في سنة 2023، كما لدينا أيضاً البطاقات الجديدة من ليجندز أوف رونتيرا The Darkin Saga Expansion. ومن كل هذا نستنتج أن نسبة كبيرة من الناس راح يكون عندها أسئلة كثيرة عن الداركين، وسيسعون لمعرفة المزيد وصولا إلى فيديو اليوم. كما ظننا أيضا أن الفيديو السينمائي لهذه السنة كان راح يكون متعلق بالداركين، لكن ويا أسف على القلب لأن رايوت قد خذلتنا. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. كان الفيديو السينمائي للسنة الجديدة سيئا جدا، لدرجة أن رايوت اضطروا لأن يشرحوا لنا الأمر ويعتذروا لنا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ريديت تويتر، ورفعوا أيضا بعدها فيديو عادي يتحدثون فيه مباشرة معنا كبشر إنسان لإنسان يشرحون فيه الوضع. لكن كل هذا خارج عن موضوع اليوم، لذلك لن نتعمق أكثر لكي لا نخرج عن الموضوع. كما سيحتوي فيديو اليوم على 6 أكواد مخفية مثل الذي أمامكم، تحتوي سكينز للعبة League of Legends PC ولا تعمل على Wild Rift للأسف، سكين Winter Blast Zillion و Space Groove Gragas، زائد الكرامة الخضراء لكل منهما. والأكواد قابلة للاستعمال مرة واحدة فقط، لمن أخذها أولا أخذها، وهي تعمل على كل السيرفرات. حسنا، So من هم الداركين ومن أين أتوا؟ سأعطيكم الإجابة المختصرة ثم الإجابة الطويلة بالتفاصيل. الإجابة المختصرة هي أصل الداركين هو من قارة أو منطقة شريما. كانوا في الماضي بشرا، أغلبهم قادة محاربون وحتى علماء. بعد إثبات جدارتهم وولائهم لإمبراطورية شريما، منحهم الإمبراطور حق الارتقاء إلى كيانات قوية جدا تعرف بالأسندد. تحدثنا عنهم في فيديوهات أخرى من قبل، وسأكرر ما قلناه حينها بعد قليل لمن فاته الأمر. هؤلاء الأسندد فقدوا صوابهم بعد خوضهم في حرب طويلة جدا ضد البعد الأسود الفويد. استخدموا سحر الدم على أجسادهم وصاروا لاحقا بالأشكال التي نعرفها اليوم، وأطلق عليهم الناس الاسم The Darkin. بعد موت الإمبراطور أزير لم يعد هنالك أي حاجز أو قائد ليبقي الداركين تحت السيطرة أو يعطيهم هدفا في الحياة، فخرجوا عن السيطرة وبدأوا حربا أهلية كبيرة كادت تتسرب لباقي مناطق العالم وتدمر كل شيء. تم ردعهم فقط بفضل مجهودات بعض الأسندد الصالحين المتبقيين، وبفضل المساعدة التي تلقوها من بعض الكيانات من البعد السماوي، تحديدا كيان الغسق The Aspect of Twilight. تم قتل جميع الداركين وحبسهم في الأسلحة التي كانوا يستعملونها، وتم توزيع ونشر هذه الأسلحة في شتى أنحاء الكوكب. النهاية. أما الآن الإجابة الطويلة بالتفاصيل هي كالآتي: لا يعرف الكثير من الناس في كوكب رونتيرا حقيقة الداركين. أغلبهم يعتقدون بأن الداركين مجرد أسلحة سحرية فاسدة وشريرة يجب الابتعاد عنها، لكن الحقيقة هي أكثر تعقيدا من ذلك. وقصة كل ذلك بدأت كالآتي: في شريما القديمة، عندما حصل الشريميون الأوائل العلم السماوي من بعض الجهات من جبل تارغون، ومع بعض من المساعدة من طرف سحرة منطقة إيشتال، تمكنوا من بناء قرص عجيب عملاق في مدينة نوريمازاث عاصمة إمبراطورية شريما. قرص سحري هائل يمنح الحياة، يبعث المياه ويزهر الأرض، وهو كذلك أيضا أداة تحقن البشر بقوى الشمس أو البعد السماوي ليصيروا كائنات جديدة مهيبة، والذين أسموا أنفسهم ب الأسندد أو The Sunborn أو The God Warriors، عدة أسماء لنفس الشيء. سأترك الاسم أسندد بالإنجليزية لتسهيل الأمور علي وعليكم. كائنات شبه خالدة لا تتقدم في السن ولا تموت، يناديها الناس ب استغفر الله آلهة،
ولهم هيئات خاصة ومنفردة بكل واحد منهم، تشبه الحيوانات من عالمنا الحقيقي. تعرفون البعض منها مسبقا من اللعبة: هيئة التمساح رينكتون، هيئة الطير أزير، هيئة ابن آوى ذا جاكل ناسوس، والكثير الكثير غيرهم الذين سمعنا عنهم من قصص أخرى مثل قصة Twilight of the Gods. لكن لم تمنح هذه القوة لمن هب ودب. كان هنالك نظام أسسه الحكماء الأوائل أين تم منح قوى القرص هذه للذين أثبتوا جدارتهم في خدمة الإمبراطورية وشعبها، أي كل واحد من هؤلاء الأسندد كان إطاراً أو شخصاً مهماً، قائد، ساحر، ميج، مقاتل، عالم، معلم. المهم كان كل شيء تمام لأجيال، يحمي الأسندد شوريما والبلد الحليف إشتال ويقاتلون في سبيلهما، إلى أن جاءت الحقبة التي بدأ فيها البعد الفاسد The Void يتسرب إلى عالم رونتارا وفي شوريما، تحديداً مقاطعة إيكايثيا، والتي كنا ندعوها في الماضي إيكاثيا قبل أن نسمع الاسم رسمياً من لجنز فرونتيرا. إيكايثيا is depending on me. أرادت مقاطعة إيكايثيا أن تكون منفصلة ومستقلة عن إمبراطورية شوريما التي كانت تحكم كل القارة، لكن الإيكاثيين لم يكونوا نداً للأسندد ولم تكن لديهم فرصة في القتال ضدهم للاستقلالية. لذلك بعد سنوات من الأبحاث اليائسة وجدوا قوة غامضة كافية لقلب الموازين لصالحهم، لكن بعد تحرير تلك القوة أدركوا أنها عشوائية ولا تطيع أحدا، وأنهم ارتكبوا خطأ فظيعا هدد كامل الكوكب. اضطر كل إنسان وأسندد قادر على القتال إلى الانضمام لحرب الفويد الكبيرة تلك، وتمكنوا من ردع الكارثة وأغلقوا الصدوع بين البعدين. لكن الأوان كان قد فات، لأن فساد الفويد كان قد سبق ولمس عقولهم. الأسندد كائنات قوية وخارقة وكل شيء نعم، لكن هذا في المظهر الخارجي فقط، لأن عقولهم كانت لازالت عقول رجال ونساء بشريين. لذلك أثرت عليهم حروب الفويد نفسيا وعقليا بشكل عميق. حاولوا إخفاء وكبت الأمر للسنوات التي تلت، لكن بعد أن مات الإمبراطور أزير ما عاد هنالك شيء يقودهم أو يعطيهم هدفا لحياتهم، فتملكهم الغلو في النفس وبدأوا يرون أنفسهم كأقوى كائنات على الكوكب وأنهم الأجدر بالقيادة والحكم والتسيير. فاندلعت بسبب هذا ما يعرف بحرب الداركن العظمى The Great Darken War، أين سيطر الداركن واستعبدوا كل الأعراق والأجناس الأخرى في رونتارا، البشر والفاستايا وغيرهم، أين بدأ الناس يطلقون عليهم الاسم باللغة الشرمية العتيقة داركن، والذي يعني بالتقريب The Fallen، الذين هووا وسقطوا. لا أظن أنه يوجد مرادف مباشر بالعربية. كما تعلم هؤلاء الداركن كل الفنون القتالية والسحرية التي أمكن تعلمها، وأين وجدوا طرقا غامضة غيروا وطوروا بها أجسادهم حسب رغبتهم على مر السنوات باستخدام سحر الدم هيمومامسي، حتى صاروا بأشكال شيطانية بعيدة كل البعد عن هيئاتهم الأصلية. في نهاية المطاف تم التصدي لهم وإيقافهم من طرف بعض الأسندد الصالحين المتبقيين الذين تلقوا مساعدة من طرف الأسبكتس من البعد السماوي، تحديدا The Aspect of Twilight التي تنكرت في هيئة بشرية تحمل الاسم ميشا أو مايشا لا أدري كيف ينطق، واستغلت الأسندد أو الداركن تاناري تانعاري تانعاري تنورا كاناري لقتل الداركن الآخرين. نجحت في قتل البعض منهم وقامت بأسر الذين تعذر قتلهم في أسلحتهم الخاصة بهم، وتم نشرها وإخفاؤها عبر كامل المناطق في عالم رونتارا. تم كل هذا بفضل الأداة العجيبة من البعد السماوي التي تدعى بالتشاليكار. ثم أعطت مايشا لاحقا هذا السلاح وقدرته على محو الداركن للأعراق الفانية، البشر والفاستايا أوف كورس. كل هذا مذكور بتفاصيل أكثر في القصة الطويلة الشيقة Twilight of the Gods. لكن الشيء الوحيد الذي يزعجني في تلك القصة أو قصص الداركن بشكل عام هي كيف أن كلهم يقولون أن التشاليكار هو أقوى أداة في كامل القارة وما إلى ذلك، لكنهم تركوه يقع في يد امرأة بشرية عادية وهي الآن ترميه يمينا وشمالا في كل معركة تخوضها. برو توجد أيضا شخصية أخرى مهمة جدا
لعبت دورا غير مباشر في هزيمة الداركن. زولاني قبل عصور عندما كانت مجرد إنسانة، كانت زولاني ساحرة أو ميج بقدرات علاجية فريدة جدا. قدمت الكثير لإمبراطورية شريما، فتم منحها حق خوض مراسم الارتقاء الأسنشن لتصير واحدة من الأسندد. لكن كحال باقي الأسندد عندما حدقوا في ظلام الفويد بالحرب العظمى وجها لوجه، بدأت زولاني تفسد وتفكر بطريقة مختلفة. تعبت من الحرب وأرادت جلب السلام للعالم بنفسها. تظاهرت على مر العصور أنها كانت تعالج وتساعد الداركن وتعلمهم بعضا من تقنياتها. لسنا متأكدين بعض إن كانت تلك التقنيات هي سحر الدم أم لا، لكنها سرا كانت تحقنهم بقطرات من دمائها الخاصة، مما منحها القدرة على التحكم بكل الداركن الذين عالجتهم كبيادقها الخاصة، مما حول انتباههم كلهم من تدمير العالم نحو تدميرها هي. صار يعني عند كل الداركن عدو مشترك. الداركن ذوي الإرادات الحديدية تمكنوا من مقاومة تحكمها، ونما في قلبهم كره قوي جدا لزولاني على محاولتها الخائنة تلك، وانقلبوا عليها في حرب أهلية. يقال أنه كان هذا هو سبب قيام حرب الداركن العظمى في الأساس، لكن لست متأكدا 100% من هذه المعلومة. كادت زولاني تخسر الحرب وحياتها ضد الداركن تعاروش لو لم تتدخل مايشا لأسره وأسر زولاني أيضا داخل أسلحتهما. بعد مرور العقود تم إيجاد السلاح الذي يحوي زولاني من طرف نظام الوجو الجديد تحت قيادة ماستر يي في أيونيا، وتم إخفائه في معبدهم لإبعاده عن الأيادي الخطأ. لا أدري لماذا لم يدمر يي السلاح، ربما لم يستطع أو لم يعرف كيف. المهم عندما سمع كين بسلاح داركن جديد في أيونيا أراد أخذه هو أيضا ليصير أقوى مثل ما فعل مع راست. فهاجم كين وأتباعه من جيش الظلال على نظام الوجو الجديد، بدأ بقتل تلاميذي الذين أصلا عددهم قليل. وفي حالة اليأس هذه، واحدة من التلاميذ التي كانت تدعى بجون أو يون اتجهت للمكان السري الذي تم فيه إخفاء سلاح زولاني لاستخدامه للدفاع عن يي والمعبد. كانت تعرف أنها قد تخسر بشريتها أو حتى حياتها إن استعملته، لكنها لم تمانع طالما أن ذلك كان سيوقف الأعداء وينقذ المعبد. لكن المسكينة لم تتمكن من إنجاز أي شيء، لأنه في اللحظة التي لامست فيها أصابعها السلاح ماتت يون، واحتلت زولاني جسدها على الفور في رمشة عين، والتي هربت سريعا بعدها إلى مذبحة خاصة بها في صحراء شريمة. أبقاها أتباعها المخلصون الأوفياء موجودة طوال قرون غياب زولاني، أين بدأت تستعيد قواها شيئا فشيئا، وتمكنت من امتصاص قوى بعض الداركن الآخرين حتى الذين تحرروا من أسلحتهم أيضا، وصارت قوية جدا لدرجة أنها تمكنت بعدها من الصمود معركة ضد الجنرال أيتروكس نفسه وأقوى الداركن التابعين له، كما صمدت ضد حرس البعد السماوي مثل مهيرة أو أي كان ما كان ينطق اسمها أم كيل، إلى أن تم إيقافها أخيرا بفضل مساعدة من رايز وأحجار الورلد رونز. وهذا هو كل ما نعرفه تقريبا عن قصة الداركن حتى الآن. أكيد اختصرت في عدة نقاط لأن القصة الكاملة طويلة جدا 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 جدا. سبسكرايب. لكن إليكم بعض المعلومات والملخصات. 1. عندما يكون الداركن مأسورين داخل الأسلحة والأدوات، يحتاجون دائما لكائنات حية خارجية أخرى ليستعملوها كمضيف لهم ليتحركوا. في أغلب الأحيان إذا كان المضيف ضعيفا، يتم استنزاف جوهر حياته كلما طال احتكاكه مع السلاح إلى أن يجف تماما ويموت، مما يجعل الداركن غير قادر على فعل أي شيء حتى يحتك بمضيف آخر. وصف أيتروكس شعور العلوق ذاك داخل السلاح كمصير أسوأ من الموت، واع طوال الوقت لكن غير قادر على الحركة، الكلام، الرؤية أو السمع للأبد. 2. يمكن لبعض الداركن أن يتعايشوا مع المضيفين دون قتلهم في علاقة تفيد الطرفين، مثل فينوم يحصل الداركن على جزء من الحرية والحياة، بينما يحصل الإنسان أو المضيف على جزء من قوة ذلك الداركن، مثل حالة راست وكين. ولو كانت عزيمة واحد من الطرفين أقوى من الثاني بكثير، يمكن له أن يستغل قوة الآخر 100% دون مقابل، مثل أيتروكس استحوذ على آخر شخص لمس السيف وسيطر على جسده بشكل كامل. وكين يمكن له أن يفعل نفس الشيء مع راست لو كانت عزيمته وإرادته أقوى. 3.
تم أسر داركن داخل الأدوات التي استعملوها. مثلا تم أسر أيتروكس في السيف الذي كان بيده في لحظة الأسر، وتم أسر الداركن برا داخل مروحة، لا أدري لماذا، ليست سلاحا، أو ربما هي مروحة سحرية قتالية، سنتحدث عن هذا أكثر بعد قليل. فور عملية الأسنشن تتم عبر سحر الشمس. القوة التي استعملتها مايشا لقتل الداركن في قصة Twilight of the Gods تأتي من سحر القمر. What the sun made, the moon will unmake. 5 من قصة فاروس المصورة رأينا أنه كان ينادي باقي الداركن بإخوته المظلمين The Dark Kin. لا ندري إن كان لهذا معنى أعمق للإسم أم مجرد مصادفة أم ربما المؤلفون أدخلوها هناك من أجل لمسة فنية أو ما شابه، لأن قصة فاروس المصورة قديمة نوعا ما، ولأننا أيضا عرفنا من قصة Twilight of the Gods أن الناس الذين خافوا وكرهوا الأسندد الفاسدين بدأوا بتسميتهم بالاسم داركن، الكلمة والاسم الذي لديه معنى في لغة شريمة القديمة يصف الشخص الذي فقد نبله وسقطت قيمته. 6 الناس الذين يفشلون لأي سبب من الأسباب في عملية الأسنشن يتحولون إلى نسخ ضعيفة ومشوهة من الأسندد تعرف بالبكاي. ها هي أشكال بعض منها من لجز فرونتارا. لمن لم يلعبوا ليج اوف ليجندز منذ سنوات وهم يشاهدون الآن سبسكرايب اوف كورس، قد يتذكرون أنه كنا نعرف بوجود 5 داركن فقط، لكن ذلك تغير في القصص منذ مدة وحصلنا فقط مؤخرا على أشكال وأسماء أكثر من 9 داركن جدد عبر اللعبة الرائعة ليجندز اوف رونتيرا. اوف كورس أكيد كلنا نعرف بشأن أيتروكس، راست، فاروس والشامبيون الجديد القادم نافيري، لذلك لن نتعمق أكثر فيهم. ثم لدينا آناكا، مأسورة أو مأسور داخل رمح في الفريليورد. هورازي، مأسورة داخل كرة حجرية اللودستون في جبل تارغون. إبعاروس، مأسور داخل حربة في بيلجواتر هاربون. جورعال، مأسور داخل درع بدماسيا. ناغانيكا، مأسورة داخل منجنيق بنوكسس. را، مأسورة أو مأسور داخل مروحة بعالم الأرواح بأيونيا. ستيرعاتو، مأسور داخل قيثارة في بيلتوفر وزون. تاروش، داخل مطرد هولبريد في الجزر المباركة، حاليا صارت جزر الظلال. زولاني، داخل منجل سلسلة بأيونيا، يقال أنها كانت في هذه المنطقة هنا، رأيناها في قصص ماستري، تدعى منطقة ميست فول، فيها الكثير من السيوف وبقايا الحروب القديمة العتيقة. وأخيرا بالكوكس أو بولكوكس، داخل عصن بمنطقة باندل سيتي في عالم الأرواح، تحرر عشوائيا عبر سحر شجرة الباندل. شخصيا أحببت فكرة رؤية كل سلاح من منطقة مختلفة في العالم، really cool. ما عدا الأسلحة التي تم إخفاؤها في عالم الأرواح مثل برا وبالكوكس. يمكنني أن أغمض عيني عن برا لأنها في عالم الأرواح القريب من أيونيا، والحاجز بين عالم المادة والأرواح في أيونيا نحيف نوعا ما، لكن العصا في باندل سيتي التي تأسير بالكوكس قلب شجرة الباندل، واي؟ ألم يفكر أي من وضعها هناك عن عواقب ترك سلاح متعطش القوة قرب أقوى شجرة روحية في عالم الأرواح؟ شجرة الباندل؟ ناهيك عن اليوردلز الذين قد يجدون العصا ويعبثون بها هناك؟ حرفيا أشعر أن سبب وجود بالكوكس الوحيد هو إعطاء منطقة باندل سيتي سلاح داركن في لعبة ليجندز اوف رونتيرا فقط لا أكثر، لا معنى له في القصة بتاتا. حتى أيتروكس صدم من الأمر عندما يلتقي به في اللعبة. What is this Bandle magic, Balcox? Two great powers somehow spliced together. لا، على الأقل شكل Balcox cool، لكن الاسم Balcox not so much no. ولو كان عالم الأرواح هو المكان الأنسب لإخفاء أسلحة الداركن، لماذا لم يخبئوا فيه كل الأسلحة الأخرى؟ you know. أعتقد أنهم لو وضعوا العصا تلك في مكان آخر كان سيكون الأمر أحسن بمئة مرة، مثل هنا قرب زر الاشتراك الانتساب، أو ربما هنا في البعد البرتقالي patreon.com/dragonitem. yes.
توجد الكثير من الأشياء والمعلومات التي لم أتمكن من التطرق إليها اليوم لكي لا نخرج عن الموضوع. صدقوني أنا أثرثر أكثر من اللازم لو خرجنا عن الموضوع. لذلك إن غفلت عن أي شيء مهم أخبروني في التعليقات بالأسفل. شكرا كبير جدا لمستر يونان وعتال أو عتال على دعمهم المادي الخرافي المستمر على ستريمز أو البثوث. Thank you bros. وأيضا شكرا كبير لكل المنتسبين والداعمين الآخرين. أكيد of course. Thank you so much. إن أردتم مشاهدة المزيد من قصص لول تفضلوا على اليسار. إن أردتم ترك اليوتيوب يقترح عليكم فيديو عشوائي من القناة تفضلوا على اليمين. إلى أن نلتقي في يوم آخر. سيا. ولمن يعيش شغوفا يسعى إليه مناه نقف احتراما. Oh yeah.